مرحب حبابكم، مرحب حبابكم. السنين الفاتت دي أخواننا في شغلانيات كثيرة ظهرت، منها إنك تكون ناشط، فأنا قررت الليلة أبقى ناشط. صحيت ناشط، استحميت، بقيت ناشط أكتر، ناشطت النت وقلت هوي أنا أمشي أعمل لي تغرير في سوق الاثنين في شرق النيل يوم الأحد، عشان بالمفاجأة كده أباغتهم وأخطف الحقيقة بصفتي ناشط في حقوق الإنسان وحقوق الجمل، بالإنجليزي كده Human Right Activist. المهم شغلة بتجيب دولار. أول ناس لاقوني الشباب الجميلين ديل، ودردشت معاهم حبة عن الشغل وأوضاع البلد. في البداية قالوا البلد جميلة. كيف الشغل عموما؟ رأيك شنو في السودان؟ السودان جميل عليك الله. لما نزلت الفريم من راسي طوالي واحد اعترف وقال الأوضاع صعبة. البلد تعبان فيها شنو؟ وقام التاني وقال أمني ماف وسكينت وفي بطنه في مشهد ذو رمزية عبسية بحجم الكلاكلات. دائرة حكومة في ظل وطن إن عدم فيه الأمن، إن عدم فيه الأمل، وحين عدم فيه الجمل ذاته. وناس ناس هناي يلعبوا ببعض سياسة، والضحية المواطن الغلبان ده. أهلا بالشباب، اسم الكريم بابكر عثمان ملوك، كيف طيبين؟ أموركم تمام؟ شغال شنو يا بابكر انت هنا؟ عدة ممتاز، كيف الشغل معاك هنا؟ الحمد لله. ومن المواقف الشائعة إنه تخش محل وتلقى فيه أطفال عاملين، وفعليا البيت في السودان صعب يعيله شخص واحد، لكن برضو معروف الأطفال أماكنهم وين. بس الناس مضطرة والسياسة مضرة، والحال الله يصلحه وتشوفه مستقبل مشرق. بعد طلعت من السوار الظريفين ديل مشيت تشوبر أشوف أسعار الخرفان وتعداد الخرفان، بعد من ناوي حلف إلا يضح نص مراحه في نهائيات كأس العالم 22 إكراما لحسن استضافتهم، قايلهم يمكن ما عاملين حسابهم لضيوف قدر ده. قلت أعمل تغرير أبيعه لأي جهة يدوني لي يورو، ولا مصيبة نركبها، ولا يقطعوا لي تذكرة، أمشي كينيا ولا يوغندا. انتوا يا جماعة كينيا ويوغندا دي فيها شنو؟ عمرك كم؟ 15 16 16 خصمت سنة يعني في البداية. بتقرأ؟ قريت لحد كم؟ سنة ثالثة. ودار تكمل ولا لا؟ دار تطلع شنو في النهاية؟ دار تقرأ شنو؟ دار تبقى دكتور؟ إن شاء الله تبقى دكتور. شباب الصغار هنا لما أتساءل معاهم يقولوا دارين يبقوا دكاترة، لكن هنا الثقافة بتاعت إنه الزول يبقى دكتور يعني ستيل مسيطرة، وتبقوا صناع محتوى. يا ما في زول ساي قال لي يوتيوب ولا هلاي طيب فقط طيب. وبعدها قلت أحتسي قهوة وأدردش مع الأخت الرضية، وحكت لي عن الشغل وإنه يوم سمح ويوم عادي، والحمد لله الحال ماشى. ودعيت ليها ربنا يحميهم من ناس النظام اللي بيخموا أي شي ديلك يا أخي. قالوا حفلة العقد في معرض الخرطوم جو كشوا فيها ستات الشاي البرة، والعقد غنوا حاجامنا الصبري وشالوا عدادهم. بعد ذاك بقت تحكي عن مدينة ميرم والنزاعات والحروب اللي بتحصل هناك. آخ يا وطن، آخ وطن النزوح والغبلية والعنصرية والحركات الهمجية والتشرد والجوع والضحايا. لا يا أخي، ما في مشاريع في البلد دي إلا حركات مسلحة، انتربنورز ولا شنو ديل حركات بايخة يا أخي. خلاص الحمد لله غايته، والحمد لله
ولسه نحوم ونشوف اكتر. استنوني الاسبوع الجاي، سووا سبسكرايب، شاركوني، قولوا الحاجة الدايرينها، بس يعني ما تنتقدوا لانه انا اصلا لا اكترس. مع تحيات ود الفريق، وبالله يوروني قصصكم في حللكم. حول الله المرم دي. ايوه لا حول الله، والله زي شغلت المواضيع الكيمياء يا اخي. نهب ينهبوا. ايوه الكوزول يعني شنو سعيد لي مال كده ماشي بيا في الطريق يفكر فيه. ايوه انت شايل لي قروش يفكر فيه، ان السلاح بيفكر فيه، شايل لك سلاح عديد كوزول في حبشه. ايوه والله، لكن بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله.